أنا هالة السيد أحمد الشلشلموني أستاذة أساتذة الأمراض النفسية والعصبية. شلشلموني يا فندم شلشلموني. ما تقوليش كده تاني. دكتورة مرة واحدة. أمال دكتورة على حلقات. كنت ساكنة في العباسية زمان. ده أنت أجمل ورد. أنت شيزوفرينك يا دكتور. أنا شيزوفرينك يا بارانويد. بتقول إيه؟ أنا مش مجنونة. ألف مبروك ألف 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 مبروك. يلا خدت الشر وراح. أنا فعليك. مين دي يا بابا؟ دي الدكتورة المفروض تعالجه. أنا قلت ليوسف يجيب الدكتور للدكتور. أصعب حاجة في الدنيا إنك تحاربي حد أنت بتحبيه. قلبي على ولدي انفطر. قلبي ولدي علي حق. المشاعر ما بتتغيرش والزمن ما بيرجعش. ولو قدرت تعالجي داليا هتبقي شريكتي. انا في حلم. كنت عايز اساعدك عشان تفرغي لمشروعك الانساني الاهم. الهدم بيحصل في دقيقه لكن البنا بياخد وقت طويل. لازم تعرفي ان الجواز حاجه والحب حاجه تانيه خالص. اي دونت ميكس. دونت ميكس. لما العلمه تاخد قد اللي بياخده طه حسين والعقد ونجيب محفوظ وعمرهم كله. لا الزمن ده في حاجه غلط. ايه دمعه حزن لا 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 لا. وهتبقى موز وعنب واحده واحده ونص. بلاش مد ايديه. اصلا عمري ما بقول لاي حد لا. تعليلي ولا اقول لك فين كنت بتشتغل قبل كده وزير. انت الشهر اللي بتجرى فوق. انا عايزه بلاش مد ايدين. ربنا يتمم بخير. الولادي ما عندهاش غير الكلمه دي مساعده بقى. بصراحه تعتبر نابغه في عالم المجانين. شكرا يا فندم شكرا. العفريته ماتت. يا نهار اسود ماتت. الساعه 12 ونص انا لازم امشي. معقوله الست دي كانت شبهي للدرجه دي؟ عندي احساس ان في صوابع بتلعب. الواقع كل مره بيثبت ان انا عندي حق في كل كلمه بقولها. نزل صباعك ده. انا بتشائم الصوابع. هرتورة صوابع. لا في صوابع بتلعب حواليا. احنا يا فندم عايشين في كابوس مغري وسيادتك قادره. انا قادره خلاص. مغري مغري. تعبت وزهقت وطهقت واتخنقت وهو السبب. هو السبب. هو مين؟ الرئيس. يا مرسي يا ابو العباس. مظبوط. ما ينفع. هم قالوا لنا كده. اصل يعني هي كده ومفيش مناقشه البلد. البوليس يا مولانا عامل اضراب وسايب البلد بترقص. هو يوم مغابي من اوله. اللهم اكفنا شر الاعلام والاعلاميين. اللهم احرق بجاز كل الفنانات والفنانين. قولي امين. امين يا ابن المجانين.